أن لا سيد في هذه البلاد وأن الشعب هو السيد. تحيا الجزائر. أنا نحكي لكم على ابني بن جدو فيصل شريف في عمره 5 سنوات بدر المعاناة حوالي 4 أشهر ولا 5 أشهر. أنا نحكي لكم على ابني بن جدو فيصل شريف في عمره 5 سنوات بدر المعاناة حوالي 4 أشهر ولا 5 أشهر. كان لبس عليه يمشي يلعب مع خاوته زي طبيعي. في ديسمبر 2021 بدر له هذا المرض مشخص له فيه. رحت درت له ليرام ليسكانير تحاليل هنا طربوها في جلفة. واحد يقول لي عنده ميكروب، واحد يعمل لي راه عنده التهاب، ما شخصوا ليش حتى الحالة تاعو. سبب لحد الساعة بدرت الحالة تاعو بفقدان التوازن، يفقد في التوازن تاعو. وبعدها انا يطول هزيته وقعدت نجري به، نديله في اليرام الاسكانير تحاليل طب هنايا، واحد يعمل لي عنده ميكروب، واحد يعمل لي راه مقطع خفول الاعصاب، وكل واحد وش يعطيك. ما عطونيش حتى المبرر تاعو كيفاه جات المرض تاعو منين جاء. هو زي طبيعي لبس عليه، كان مع خالته. تواصلت هنا مع المستشفى، دخلوني 2.5 شهر هنا في المستشفى. خرج كما راك تشوف فيه الحالة تاعو. ما انا خليته هنا في الدار ما قدرتش، عاود رحت حتى البارني، قعدت تما 1 3 أيام تما. داروا له تحاليل على ظهره وداروا له تحاليل وكذا، ولو يعطوني في المهدئات تاع البيكام هذيك والمهدئات الاعصاب تشخيص لحد الساعه مازال ما تشخصلوش المرض تاعو منين جاتو. انا كان لبس عليه وليدي، كان يمشي لبس عليه يضحك يلعب، نوريك لي فيديوهات وتصاور وكذا، كان ما شاء الله فقد التوازن. ديتو ديركت قعدت نجري عليه، خلاوه لي هنا في السبيطار 2.5 شهر. خرج كيما راك تشوف فيه، ما عرفناش ما يسمع ما يتكلم ما يهدر ما يشوف ما شقول. انسان ميت حي، قال النفس تدخل وتخرج صحيح. هذا ما كان ما عندوش. قعد صبرت، وليت من بعدها وليت نركب في النقل ونروح نمشي، وكثر خيرهم سكان العاصمة استقبلونا أحسن استقبال، ونديرهم على فوق راسي وعيني ونقولهم بارك الله فيكم. ومن بعدها كي سمعوا بالحكاية تاعي وتشهرت، ناس تضامنت معايا وراك تشوف الحالة تاعو. عندي واحد صاحبي شخصاني مع الفجر هكذاك قال لي شوف واش راه ولدك فيصل، يقولوا له عديله. قلت له يا ودي راه شويه راه نايض. قال لي صوروا لي، صورت له كما هكذاك. ومن بعدها رحنا لحقنا المحطه الخروبه، كي لحقنا المحطه تاع الخروبه عاود صورته باللي راني وصلت الاصدقاء هنايا، باللي راني وصلت المحطه البريه. كي لحقت المحطه البريه درت له الفوطو هذيك دارت ضجه كبيره. ما تعش قول انسان مريض هز كابا هز قشو نهزلو طول كيما هكذاك. راه عندي واحد 5 خطرات ولا 6 نطلع ونهبط بهذا الحاله، ويعرفوني قاعدين تاع النقل بلي فهمتني. وبعدها درت ضجه كبيره، قالوا كيفاه وصح ماهيش معقول انسان كيما هذا ما يدير والو، عنده لازم له رعايه خاصه، لازم له سياره اسعاف، لازم له فريق طبي، لازم له رعايه. خطرش انا في رمضان حبسنا الناس تفطر، انا نفطر بالماء باه نوفر له الاكل تاعو، خطرش الاكل تاعو راه مش كيما حنايا الاشخاص الطبيعيين. عنده اكل خاص، عنده فيتامينات، عنده ادويه لازم توفرهم له. ولينا حنايا الكبار انا ومو ولينا والله قنا نفطروا بالماء. شاف الناس تفطر بكل خير، انا نفطر بالماء، بعت قشي بعت كلش على جالو وهكذاك ماهيش نتحوس
ما تهمنيش مال الدنيا هذه، على جال ولدي ان شاء الله يريح لي وان شاء الله يبرا وان شاء الله يرجع لي راجل. وهذا راه وليد الجزائر. لحد الساعه راني في ثلاثة ايام ما رقدتش، راني تعبان، وحده تعبان والله ما رقدت. ما حبسش التليفون تاعي والله ما حبس، وسمحوا لي اللي ما قدرش يتواصل معايا من داخل الوطن ومن خارج الوطن، حتى من امريكا، مقيمين في امريكا، في فرنسا، في بلجيكا، في تونس، في اي منطقه في العالم. ما خلاوش مساكن يقيض هذا الشجره يقيض الحجره، وراه وليد الجزائر هذا قبل كل شيء. هنا راه ما عندناش وسائل، احنا راه عندنا ولايه مليونيه فيها سياره واحده ولا اثنين، تلقى واحده عاطله واحده تخدم، لمن يمدوها؟ يجي حادث السير لا قدر الله ما يلقاوش حتى وين فاكياسيون، ما عندهمش حتى وين كفاه يديروا، ما عندناش. ولينا احنا نروحوا بوسائل خاصه، ما الوسائل الخاصه درك باه تروح انت تدي طفل كيما هذا ملائكه. ما ننظر إن شاء الله نطالبوا برد اعتبار المستشفيات ويقوموا بينا ويديرونا الوسائل الراحة. نورمال مو هذا راه عنده لجنة سبيسيال تابعوا هنا، كفاه نطلعوا من خطريام وساكن في الطابق الرابع. أنا ساكن في الطابق الرابع، أنا باه نطلعوا ونهبطوا ونروح نديروا الرياضة ونعود نرجعوا للدار. أروح أنت هي في بلاستي نهار برك ما تقبلهاش، والله ما تقبلها، خلاص ولفت بيه. الناس الخير ساعات وتعاوني هكذاك بصح، إلى متى باه يعاونك مرة زوج، يجي صاحبك يعاونك خطرة اثنين ثلاثة ما ينجمش. هو ثاني راك تلقى عنده مصاريف تكاليف. إلى متى؟ أنا عندي خمس وليدات وعندي واحد عنده رعاية خاصة، مش حتى ياكل مع الأطفال العاديين، لازم له أكل بلاصوب هذا كما نقولوا فيه اللحوم، ونرحلوا كلش ونرحلوا الخضر والفواكه. إلى متى؟ نطالب من وزير العمل ووزير الصحة ووالي ولاية جلفة المشكور اللي راه تكلمت معاه اليوم وقال لي وعدني، قال لي نتابعك وندير لك الرعاية الخاصة. نطالب منصب عامل قار به نلم به انايا وليداتي، راني في خمس وليدات. الى متى نقعد انا المحسن اليوم يعطيني قدوه يعطيك بعدها قدوه يعطيك؟ الى متى؟ ما عنديش، لازمني منصب قار